السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في المحاضرة الخامسة من كورس منصور. أنا هدى عبد العزيز، حاصلة على دبلوم منصوري من سن 3 لـ 6 سنوات من مونتوتيوت منصوري ترينينج انستيتيوت فيرجينيا USA، وحاصلة على دبلوم التربية الخاصة تخصص صعوبات التعلم. المحاضرة دي هنتكلم فيها عن الفترات الحساسة، وأنا خليتها في محاضرة لوحدها لأنها تحتاج لنقاش كتير ولفرصة كده ودماغ مصحصحة. فيلا بينا نشوف إيه هي الفترات الحساسة.